عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك مع مروة. يعتبر جلد الإنسان مرآة لكتير من الأمراض اللي بيمر بيها الإنسان. ولما جينا نتكلم عن النضارة، مفهوم النضارة لقيناه مفهوم مبهم كتير، عملنا استبيان عليه، لأن مفهوم النضارة عند الناس العادية هو عبارة عن بشرة مشرقة ما فيهاش أي عيوب، ما فيهاش حبوب، نضرة نصعة، كلها بتبين البشرة بيضاء مشرقة وبس كده. عايزين نعرف ايه معنى البشره النضره، هنعرفها اليوم مع دكتوره مي سليمان، اخصائيه امراض الجلديه والتجميل والليزر بعيادات شمس كلاوي. اهلا يا دكتور. اهلا بيكي يا مروه، نورتونا. لو هنتكلم على موضوع النضاره، هو زي ما انتي قلتي هو موضوع كبير قوي، تعريف واسع، نقدر نقول ان هي بشره خاليه من العيوب. طيب يعني يا دكتورة، أنا بشرتي سمرة، أبقى أنا كده عندي نضارة ولا لا؟ بشرتي بيضاء عندي نضارة ولا لا؟ طبعا إحنا مش بنتكلم على لون البشرة، إحنا بنتكلم على إن في توحيد في لون البشرة. تاني حاجة، ملمس البشرة يكون أملس، مفيش فيه تجاعيد، مفيش فيه حفر ندبات، أثر حب شباب، مفيش فيه مسامات واسعة. تالت حاجة بنقولها ان بتكون البشرة فيها رونق، زي ما بنقول كده glowing، فيها اضاءة، تحس ان بشرتها مش بهتانة وشحبة. هي ده مفهوم النضارة بصفة عامة. يعني لو جبنا مثلا تفاحة فريش وجبنا تفاحة بقالها 3-4 اسابيع، هنلاقي ان سطح الجلد اختلف في ملمسه، في درجة الألوان هتلاقي فيه ألوان مش موحدة، هتلاقي فيه كرمشة شوية في الجلد. ده الفرق بين البشرة النضرة والبشرة اللي ما فيهاش نضارة. طيب بالنسبة للهالات السوداء، كتير من البنات بتعاني من الهالات السوداء. أول حاجة بتشوفها على منصات السوشيال ميديا هي إعلانات عن الفيلر، البوتكس، خيوط التجميل. هل أنا لو أنا عندي مشكلة زي الهالات السوداء وعايزة أروح للطبيب أحقن وأقضي عليها تماما، هل أنا اللي بختار طريقة الحق؟ أم لازم يكون في فحص طبي مباشر هو اللي بيحدد لي ايه منهم اللي ينفع؟ اكيد طبعا لازم الدكتور يشوفك الاول، لان في بعض الناس عندهم سبب الهالات حفره بس، بالتالي دول هيحتاجوا فيلر عشان يعملوا تعبئه للحفره. في ناس تانية لا، مشكلتهم انها في حفره وفي لون، يبقى الناس دي هتحتاج تعبئه للحفره مع علاج اللون، سواء كان بالميزو فيلر او بالميزو سيرابي. طيب لا، في ناس كمان عندهم مشكله ثالثه، يعني بتبقى ساعات كتير قوي حد يعني انت مش واخده بالك ان عندك المشكله دي، ان في شعيرات دمويه كتير بتبقى ظاهره تحت العين، ممكن لونها بيميل الاخضرار او الزرق، بالتالي بتدي لك فولس امبريشن او شكل كان في هالات وانت ما عندكيش هالات، فبتبقى دي علاجها ليزر. وبالتالي احنا علشان نعالج موضوع الهالات لازم الدكتور الاول يحدد ايه المشكله عشان يقدر يحدد العلاج المناسب. تمام. طيب تصبغات الشفاء، تصبغات الناشفين في عدم تساوي للشفاء، هل برضو ده بيتحدد من خلال اقدر اختار بوتكس فيلر او غيره من العلاجات؟ برضو لازم يكون فحص طبي، ولا ممكن اقول انا ممكن احقن حقنه فيلر هي هتحل لي المشكله اللي عندي في الشفايف؟ كتير من البنات بتشوف اعلانات وبالذات لما بتشوف المشاهير بيتكلموا عن الفيلر، تقوم رايحه للدكتور انا عايزه احقن، وبتدخل بالفعل وبتحقن فيلر بالفعل بدون اي مقدمات، هل ده صح؟ بص يا مروه، لو جينا نتكلم على تصبغات الشفايف، في بنات زي ما انت بتقولي جايه علشان تعالج التصبغ بس، يعني انا عندي فوليوم الشفايف حلو قوي مش محتاجه ان انا ازوده، بس انا عايزه اعالج تصبغ، ما اروحش اخد ابره فيلر واخرج الاقي شفايفي شكلها مش حلو والفوليوم بقى اوفر قوي وحجمها كبر وما بقتش لطيفه. لا، انا هروح للدكتور هقول له ايه الحل، بالتالي الدكتور هيختار لي ما بين الميزو سيرابي، الحقن او التقشير السطحي، او تالت حاجه ممكن يكون الميزو فيلر اللي هو مش هيديني فوليوم بس هيديني تفتيح وتوريد بس للشفايف. اما عن البوتوكس، البوتوكس ما اقدرش اقول ان هو بيعالج شكل الشفايف او يعالج لك تصبغ الشفايف، هو مجرد ان ممكن يرفع زوايا الفم شويه لو كانت نازله، اللي هي الابتسامه الحزينه، مش اكتر من كده، او كانت ابتسامه لثويه بحقن البوتوكس معاه. انما الحل الامثل لو هنعالج تصبغات شفايف يبقى يا اما ميزو فيلر، يا اما فيلر التوريد اللي بيقولوا عليه، هو فيلر عادي جدا بس بيبقى خفيف شويه، يديني حجم او نفخ بسيط، وفي نفس الوقت بيديني اللون والتوريده اللي انا عايزاها والترطيب اللازم، لان ماده الهيالورونيك اسيد دي ماده مرطبه، مش مجرد انها ماده مليئه بس، يعني اي حد عنده جفاف في شفايفه، تشققات، عدم تساوي، يقدر يظبط ده كله بالهيالورونيك اسيد اللي هو الكروس لينكد، اللي هو عباره عن ابره الفيلر نفسها. تمام. طيب بالنسبه لخيوط التجميل، خيوط التجميل انا مره حضرت جلسه
عبارة عن شد وش شخص كبير في السن، وبعد ما خلص الجلسة بتاعت خطوط التجميل لقيت الوش بقى ناضر كأنه شاب. أنا عايزة أسأل حاجة مهمة جدا في فكرة التجميل، دايما بسألها أطباء جلدية، هل البشرة بتفضل كده مستمرية قد إيه؟ وهل في آثار جانبية ممكن نتعرض ليها بعد الخيوط؟ الخيوط؟ بس الخيوط دي صيحة جديدة في علم التجميل. طبعا أقل حاجة في الآثار الجانبية دلوقتي هي الخيوط، يعني آخرها هتبقى كدمات من الحقن بسيطة بتروح في خلال أيام، تمام؟ شوية تورم في أول أسبوعين كل ده بيروح. ساعة الحقن بيبقى فيه برضو بعض الأسيمتري أو عدم التوازن بين نص الوش اليمين والشمال، بس برضو في خلال أسبوعين، مجرد انتهاء الأسبوعين بتلاقي الوش ظبط جدا. أنت قلتي إن في نضارة بعد جلسة الخيوط، فعلا الخيوط بتعمل ايه؟ بتعمل تحفيز للكولاجين والإلاستين اللي هو عبارة عن البروتين الطبيعي اللي بيدينا نضارة. يعني لو بصينا البيبي لسه مولود هتلاقي بشرته نضرة ومشدودة وبتلمع، ما عندوش الخطوط دي، ما عندوش مثلا الخدود مرفوعة، يعني شكل البيبي بيبقى حلو. ليه؟ علشان الكولاجين بتاعه لسه ما شاء الله، يعني لسه ما يعني لسه متخلق، ما حصلش فيه اي ديفكت، ما حصلش فيه اي ديفورميتي، ما حصلش فيه نقص في الكولاجين. احنا مع العمر وتأثير قوة الجاذبية اللي هي قوة رهيبة بتأثر على جسمنا كامل، بيبتدي الوش ينزل، بيبتدي الدهون اللي موجودة تقل، بيبتدي عظم الوش نفسه سمكه بيقل، وبالتالي الثلاث عوامل دول بيخلونا نلجأ للخيوط. الخيوط ده حل غير جراحي مناسب وبسيط وسهل وبيتعمل في العيادة بكل سهولة، وبيدينا ايه؟ الخيط بيرجع لي الكومبوننت او الدهن اللي نزل لمكانه، بالتالي هو مش هيديك شكل تاني او ان هو هيغير شكلك، لا هو بيديكي نفس شكلك بس من كام سنه فاتوا، يرجع لك كل حاجه في مكانها. بعد الخيوط هل انا بحتاج بس الخيوط هتديني نضاره وهتظبط لي كونتور وشي؟ لا، معظم الاحوال الناس اللي بتيجي تعمل خيوط بيكون عندهم الدهون نفسها حجمها قل، اتحركت من مكانها بس هي حجمها قل. تاني حاجه عظم الوش نفسه اللي كان شايل الدهون وكان فيه اربطه ضعف، العظم ما عادش زي الاول، خاصه في الفيميلز. احنا عارفين طبعا بعد سن ال 30 بيبتدي هرمون الاستروجين، بدل ما كان فيه بناء لا احنا يبتدي ان العظم يحصل فيه هدم مش بناء. فاحنا من الثلاثينات والاربعينات الخمسينات بنلاقي المشاكل بتزيد معانا. فمهم قوي ان انا بعد ما هعمل الفريم او الاساسات اللي انا هرسمها في الوش بالخيوط هبني فوقيها الفيلر. تجيني المريضة تقول لي دكتورة انا عايزة اعدل وشي بالفيلر، بس انا عملت جلسة فيلر وعملت كونتور كان حلو قوي يا دكتورة، بس مفيش شهر شهرين لقيت ان الفيلر اتحرك من هنا نزل لي في الخدود، واتحرك مش عارف منين بقى عندي هنا كل كيع، وبقيت حاسة ان وشي فيه مطبات مش مظبوط. ليه؟ لان انا كان مفروض الاول ابني خيوط، بعد كده احط تطشات فيلر خفيفة قوي، مش هحتاج كمية الفيلر اللي انا ممكن اعبي بيها الوش لو ما عملتش الخيوط كبداية. بالتالي مهم قوي تقييم الحاله، الاسسمنت للحاله، الحاله دي محتاجه ايه. انت ممكن تيجي تقولي لي دكتور انا عايزه اعمل شفايف، تمام، علشان اعالج ابتسامه لثويه، وانا شايفه ان انت شفايفك حجمها حلو قوي، انا كل اللي هعمله ان انا هحقن لك بوتوكس هيعالج لك الابتسامه، مش هحتاج ازود لك فوليوم ممكن يبقى شكله مش لطيف. ممكن حد تاني يجي يقول لي والله انا عايزه اعالج الخطين دول يا دكتوره، هقول له طب ماشي، انا لو عملت اوجمنتيشن الخطين دول وانت عندك خدود هيبقى الشكل بشع، لا انا هرفع من هنا شويه بسيطه هيحسن لي الخطين لان ما هماش ديب اصلا او عميق، الخطوط ما هيش عميقه. بالتالي الدكتور بيعمل اسسمنت كويس للحاله، بيحدد ايه المناسب ليها من الناحيه الجماليه. انت ممكن تبقي واقفه باصه في المرايه عينك جايبه حاجه واحده، مع ان في حاجه تانيه اقوى بكتير هي اللي ظاهره في وشك. يعني تجيلي مريضه انا عايزه اعمل تقشير يا دكتوره، وهي من اول دخلتها انا شايفه هالات وهالات، هالات صعبه. فطب احنا هنبدا بايه؟ هنبدا بالحاجه اللي انت تحتاجيها مش الحاجه اللي انت عايزاها. بالتالي فكره الخيوط كاساس للعلاج حلو جدا جدا في السن الكبير، وحتى دلوقتي في اعمار صغيره اللي هم بيعملوا تكميم معده الوش بيقع للاسف، بتبقى بنت صغيره في العشرينات عملت تكميم نزلت في الوزن بسرعه في مده 3 شهور وشها بمعنى يقع، يعني بمعنى يقع، بلاقيش خدود، ما بلاقيش الشده الحلوه الطبيعيه، ما بلاقيش نضاره في بشرتها. دي بضطر اعمل لها اكتر من حاجه، بعمل لها خيوط وبعمل لها فيلر، وفي في بعض الاحيان في اول 3 شهور علشان اتفادى ان يحصل سقوط شديد قوي في البشره ببتدي بالجلسات الهايفو او تحفيز الكولاجين. المهم ان انا بحاول مع البنت دي ان احنا ما نوصلش لمرحله متاخره ان انا هلجأ لجراحه في سن صغير. تمام. طب ايه رايك في الليزر؟ الليزر العلاجي والليزر الازاله، هل له اثار جانبيه وايه فايدته من الناحيتين؟
لو اتكلمنا على الليزر العلاجي، يعني احنا مثلا هنعمل ليزر لعلاج ندبات ولا ليزر لعلاج تصبغات ولا ازاله الشعر، ده موضوع تاني خالص. احنا لو بنتكلم على نضاره، انا ممكن اعمل جلسات الفراكشنال ليزر كنضاره، ممكن اعمل جلسات الكيو سويتش ليزر او ما يسمى بالليزر الكربوني حتى من غير الماسك الكربون بيل ده خالص، مجرد ليزر علشان اضيق مسامات، افتح ووحد لون البشره علشان اديها النضاره وجلوينج حلو قوي. دايما الناس اللي عملت حتى جلسات الكيو سويتش ليزر تخرج مبسوطه قوي، دكتوره انا فضلت بشرتي نضره، حتى لو حطيت اي كريم بحس ان انا وشي بيلمع ولطيف، ما فيهوش الايه الطافيه او ان وشي حاسه ان هو بهتان، لا وشي حلو. ده بيدينا نضاره. طبعا مش هناخدها من جلسه واحده، بناخد ميني سيشن، خاصه لو كان في تصبغ. التصبغ ده هحتاج ان انا هحاربه بكذا جلسه، لاني بكسر كل مره جزء من التصبغ، بعد كده بوصل ان انا بقضي على التصبغ. اما ليزر ازاله الشعر هو بيفتح الجسم، مش هنقول ما بيفتحوش، بس على ما بنخلص الجلسات، ولو كانت في مشكله تصبغات قويه لا بنحتاج معاها يعني طريقه تانية للعلاج، مش ليزر واحده. ليه دور في علاج البشره ولا هو بيقضي على التصبغ فقط لا غير؟ بصي، التقشير عباره عن ايه؟ ان انا بشيل طبقات السطح الخارجيه، يعني طبقات السطحيه خالص من البشره. بشيلها ليه؟ علشان ادي نضاره، اعالج تجاعيد سطحيه، كمان التصبغ لو في تصبغ بحسن المسامات، وبالتالي التقشير مش هو علاج بس للتصبغ. وتاني حاجه معلومه مغلوطه برضو، قصه ان التقشير علاج للتصبغ، لا. التقشير بيعمل ايه؟ انا لو التقشير جاب معايا نتيجه وبعد فتره رجعت يا دكتوره انا صبغت تاني، هيكون في عندي مشكله ايه يا دكتوره؟ المشكله ان انا فكرت ان التقشير ده علاج كامل، لا، هو التقشير في التصبغات كمان ما هوش علاج كامل، لازم يكون في وياه العلاج المكمل اللي هو ان انا بقطع دور التكوين التصبغ في الجلد. بالتالي بستخدم بعض الكريمات. في ناس تقول لي طب انا همشي على الكريم على طول يا دكتور، انت عندك تريجرنج فاكتور، عندك العوامل المحفزه لحدوث التصبغ، عندك المشاكل هي ما تغيرش الوضع حاجه، يبقى انا همشي واكمل بالكريم. ليه اهمل واصبغ بشرتي؟ وكل ما هكبر في السن علاج التصبغ هيبقى اصعب لو انا اهملته. تمام. فلو قلنا التقشير للنضاره، بيدي نضاره، تقشير للتصبغ كجزء من العلاج مش علاج كامل. تمام. طيب بالنسبه لتنظيف البشره، كتير من البنات بتخاف من تنظيف البشره من نقطه معينه، المسامات. دايما بعد كل عمليه تنظيف بشره بنحس ان المسام بتاعتنا فتحت، هل ده طبيعي ولا في خطوه بتكون ناقصه ولا بيكون ايه السبب؟ طيب سؤال حلو قوي يا مروه، وعجبني جدا فكره ان انا بسال هل لو انا عملت تنظيف بشره المسامات بتوسع ولا لا. هو فعلا في بعض الناس اللي هم بشرتهم دهنية عندهم مشكلة المسامات، طبيعي هتظهر مع عمر متقدم، ممكن يحسوا بالمشكلة دي بعد تنظيف البشرة مباشرة. لان في تنظيف البشرة انا بعمل ايه؟ انا فعلا بفتح المسامات، ببتدي اطلع منها الدهون والحاجات اللي هي تحت الجلد علشان انضف البشرة، الرؤوس السوداء بعمل لها اكستراكشن او استخراج للرؤوس السوداء، وبالتالي لو ما قفلتش المسامات دي على طول انا هحس فعلا ان انا في مشكلة، وان خلاص المسامات ظهرت عندي اكتر من الاول، او ما كانش عندي مسامات وبدأت تظهر.
طيب يا دكتورة أعمل إيه علشان ما يحصلش معايا المشكلة دي؟ ولما أعمل تنظيف بشرة، لا أنا هستفيد بدل ما أخد سايد إفكت أو مشكلة جديدة تظهر لي، لا أنا استفيد. مهم قوي بعد تنظيف البشرة جلسات الكيو سويتشد ليزر، إن أنا أقدر أستخدم الليزر كتقفيل المسامات مباشرة. بخلص تنظيف البشرة بعد كده بدخل أعمل جلسة الكيو سويتشد ليزر. فلنفرض إن أنا عندي تحسس من الماسك الكربون، مش لازم ماسك الكربون، انا الفكره فكره الليزر نفسه مش الكربون اللي بيتحط على الوش، عشان في بنات كتير فاكره ان الكربون بيل هو ده اللي بيديها نضاره، لا هي النضاره في الاساس من الليزر. بالتالي بدخلها على جلسه كيو سويتش ليزر بعد تنظيف البشره، بقفل المسامات، باخد توحيد للون، باخد نضاره، وكده انا خلاص استفدت من جلسه التنظيف مع جلسه الكيو سويتش، ادتني نضاره هتستمر معايا فتره طويله. طيب بالنسبة للتقشير للجسم كله، للإيد وللرجل وللجسم كله، هل دي بتبقى لازم بصفة مستمرة ولا مرة وبتبقى خلاص؟ بصي، التقشير للجسم كامل يعني بنستخدم احماض، الاحماض دي مش مناسبه لكل الوان البشرات، دايما انا بستخدمها لحد سكين فوتوتايب 3، يعني البشرات الفاتحه نوعا ما. البشرات السمراء مش مستحبه ابدا ليها ان انا استخدم لها تقشيرات احماض وكتير. حتى لو احتاجنا نعمل جلسه تقشير، اولا بيبقى الدكتور هو اللي طالب جلسه تقشير، ما بكونش انا رايحه اعملها كده من نفسي. تاني حاجة ان اللي بيعملها لي حد بروفيشنال، حد متخصص، مش هروح صوالين مثلا واعمل جلسة تقشير للجسم بعد كده اطلع بتصبغات وبمشاكل كبيرة. تالت حاجة ان انا بهتم بالترطيب قوي بعدها. رابع حاجة انا مش كل شهر مثلا هروح اعمل تقشير للجسم كامل، لا في على فترات متباعدة، مش هينفع ان انا اكرر الجلسة دوريا. تمام. طيب بالنسبة لشد اللغة، لغلوغ، لغلوغ هو اللغة مظبوط، هو عندنا اللغة في مصر هنا لغلوغ، تمام، شد اللغلوغ او تصغير الانف، ده كله بيتم من خلالكم، تمام. هل ده برضو بيكون دائم ام بيرجع بعد فتره بيزيد تاني ولازم نحلها؟ بص يا مروه، احنا قلنا ان الجاذبيه الارضيه اللي هي القوى الخفيه اللي بتاثر على جسمنا طول الوقت واحنا مش حاسين. اللغلوغ ده نزل ليه؟ نزل علشان في شوية دهون، ممكن لو سن صغير فيه دهون زيادة فبالتالي خدت الجلد ونزلت. تاني حاجة، لا انا ممكن يكون ما عنديش دهون، انا جسمي نحيف وبرضو عندي لغلوغ، بس سني عدى 35 بدأ يحصل ترهل في الجلد فحصل اللغلوغ. طيب انا دلوقتي اقدر اعالج الموضوع ده ازاي؟ لو كان في دهون هبتدي اعمل تدويب، بس بعد التدويب مباشرة لازم شد، لو ما شدتش يبقى خلاص هيحصل ترهل ومور اند مور، هلاقي الدنيا بتبوظ مني قوي. لا لازم بعد التدويب بعمل شد. طب لو هو اصلا ترهل في الجلد ما عنديش هنا دهون، لا يبقى مهم قوي ان انا اعمل جلسات الشد، سواء كانت باجهزه زي الهايفو زي الفور دي او كانت بشد الخيوط او حتى الميزو سيرابي. في انواع من الميزو سيرابي بتدي شد، والميزو فيلر بتدي شد لطيف قوي للمنطقه، بس طبعا بحتاج ان انا اكرر الجلسات دي كل 6 شهور. بعد كل عملية زراعة شعر بنتوجه لفترة زمنية لازم يكون فيها حقن بلازما، تمام. ايه سبب الحقن ده؟ وهل لو انا ما توجهتش ليه وما انتظمتش فيه بتفرق معايا ولا لا؟ طيب انا مشكلتي ان انا زرعت شعري ليه؟ ايه اللي وقع شعري؟
اكيد في مشكله اساسيه عملت الموضوع ده، سواء كانت ثعلبه او كانت هرمونال ديستربنس او لخبطه في الهرمونات او زياده في هرمون الذكوري وبالتالي حصلت المشكله دي. طيب انا بعد ما زرعت الشعر انا عملت ايه؟ انا جبت شعر من هنا حطيته هنا، نفس الهرمون موجود، نفس الريسبتور موجوده، المشكله عندي ما اتحلتش. ما انا ممكن الشعر اللي ازرعه يقع بعد فتره، فلازم اعمل سبورت كويس قوي واساعد الشعره اللي طلعت انها تستمر. ازاي؟ ان انا بعمل جلسات البلازما. في حاجه جديده قوي طالعه دلوقتي اسمها ريجينرا، ريجينرا اكتيفيا. بس ريجينرا اكتيفيا بتتعمل مره واحده في السنه وممكن مره كل 5 سنين على حسب الحاله. بتعمل ايه؟ ايه هي ريجينرا اكتيفيا دي؟ عباره عن حاجه اسمها الخلايا المجهريه. الخلايا المجهريه دي انا باخد عينه من ورا الودن من المنطقه دي بالظبط، باخد 3 خزعات زي ما بيقولوا او 3 عينات، بتبقى طبقه الجلد الخارجيه وجزء صغير تحت الجلد. التلاتة دول بيدخلوا في جهاز معين وكيت معين بيطلع لي في الاخر سيرم بيحتوي على الخلايا المجهريه. وظيفتها ان هي بتحتوي على الجروس فاكتور او اللي هي عوامل النمو والمحفزات اللي بتساعد على التعديل المشكله اللي حاصله في بصيله الشعر نفسها، فبالتالي بتعالج لي المشكله من جذورها. طبعا دي بنحتاجها امتى؟ ممكن احتاجها مع مريض لسه بادئ شعره يخف ما حصلش معاه مشكله ان هو بقى فيه صلع وزراعه شعر. ممكن المريض اللي عامل زراعه شعر يكمل بيها، ممكن حد عايز يحافظ على شعره على الاقل ما يزيدش بس ما يخفش. انا كده كده الصلع هيحصل، بس هيحصل بقى السنه دي ولا بعد 10 سنين؟ فهي دي الفكره، ان انا بحاول على قدر المستطاع ان انا اطول الفتره اللي شعري موجود فيها، ما يطرش ما يخفش، يفضل شكلي مظبوط على الاقل، يبقى ماشي مع سني، ما يبقاش ولد لسه بيتقدم لوظيفه في انترفيو يترفض علشان هو مثلا شعره مش ما فيش، انت لسه سنك صغير شكلك مش مناسب. لا، هو بيحافظ على شعره لحد ما هيوصل لسن معين، حتى لو احتاج زراعه وقتها هيزرع وهيكمل برضه بالعلاجات اللي احنا قلنا عليها عشان يعمل سبورت للشعره. جالي حد كبير في السن زرع شعر بقاله 10 سنين. قال لي دكتور انا كنت بعمل بلازما فعلا شعري كان مظبوط، ومن ساعه ما بطلتها بدا الشعر يخف تاني، ورجعت تركيا قبل ما ينفعش زراعه دلوقتي. يبقى ايه الحل الامثل؟ انا هكمل بجلسات بلازما، بجلسات خلايا جذعيه، بجلسات الميزو سيرابي بتاع الشعر، بالريجينرا. الاربع حلول دول متاحين بالنسبه لي. ابدا بايه؟ والله على حسب، يعني لو حالته جيده قوي انا هبدا له بالريجينرا، بعد كده هكمل الجلسات التانية. لا، لو حالته كويسه ممكن نعمل جلسات البلازما او اللي هي اللي معاها بايوتين او جلسات الميزو سيرابي بس، او اعمل ميكس بينهم هما الاثنين والخلايا الجذعيه وياهم. طب في حاله ان انا ما عملتش الحقن البلازما او غيره بعد عمليه الزرع، بعد فتره شعري طبعا، بعد فتره شعري اللي انا كنت مبسوطه بيه انه طلع تاني هيبتدي يضعف وممكن ادخل في نفس المشكله تاني. طبعا مع تكرار الزراعه نيجي في وقت تاني يقول لك خلاص ما ينفعش. طيب تفسيرك ايه للشعر اللي بيقع بعد عمليه الزراعه؟ الشعر هم الاول بيعملوا عمليه الزراعه وبعد كده على طول في الشعر ده بيقع. طيب احنا دلوقتي بنزرع اورجان، انت وارد ان يحصل رفض او ريجكشن من الجسم له، زي زراعه اي حاجه في الجسم. يعني اللي بيزرع كلى واضح ان في فتره معينه كده ممكن يحصل فيها ريجكشن او رفض للعضو المزروع. انا بزرع الشعر برده وارد ان يحصل ريجكشن، بتبقى حاجه اميونولوجيك يعني حاجه مناعيه، بتبقى في اجسام مناعيه هي اللي بتهاجم الشعرايه يبتدي توقعها تاني. تمام. طب ايه رايك في ماده المينوكسيديل؟ انا اسمع ان هي الماده دي لازم لو انا استخدمتها كعلاج لتساقط الشعر لازم افضل عليها طول الحياه، ما توقفيهاش، او لو حبيت اوقفها هوقفها بالتدريج مثلا 8 مرات، 6 مرات، 4 مرات، مرتين، مره او تمام. الماده دي ايه رايك فيها اولا؟ المينوكسيديل وليه لازم اقلل او ليه ما ينفعش اوقفها على طول؟ وليه لو وقفتها الشعر بيروح تاني خالص؟ المينوكسيديل مناسب قوي لعلاج الصلع الوراثي، حاله الصلع الوراثي. تمام. انا لو بستخدمها في راجل مفيش مشكله، حتى لو حصل له هايبرتريكوزيس وشعر زاد في جسمه مفيش مشكله. بالنسبه للستات ممكن يطلع شعر في اماكن غير مرغوب فيها، يطلع في وشها، ممكن يحصل غزاره في شعر الجسم، تعمل ليزر وتيجي تقول لي انا الليزر مش نافع معايا، انا خلصت عدد كبير قوي من الجلسات وبرده مازال الشعر بيطلع. طيب انا لو همشي على المينوكسيديل زي ما انت قلتي فعلا همشي عليه طول العمر حتى لو بدوز قليله، لان الشعرايه اللي طلعت زي الزرعه انت طول ما انت حاطه لها المينوكسيديل هي عماله تكبر وتقوى وتلاقيها سمكها كويس ومظبوط، غير ان الشعر الموجود اصلا سمكه بيزيد مع المينوكسيديل. فبالتالي حتى البيشنت بعد اول اسبوعين من المينوكسيديل تيجي تقول والله يا دكتور انا حاسه بكثافه مره واحده كده في خلال اسبوعين، ده سحر. لا، هو مش سحر، هي الشعره اللي موجوده حصل لها سمك، انما لسه ما طلعش شعر بيبي هير كمان. فطبعا الشعر اللي طلع ده انت طول ما انت حاطه له المينوكسيديل زي الميه اللي بتسقيها للزرعه تفضل تكبر، اول ما هتسحبي من المينوكسيديل لو سحبتيه فجاه بتموت وبتقع.
فهي فكرة المينوكسيديل ان انا لو عايز اسحبه اولا لازم بدخل بحاجة تانية سبورت وما تكونش مينوكسيديل، يعني هعتمد على حاجة تانية هتعمل لها تغذية للشعرة بحيث ان انا لما اسحب تدريجي المينوكسيديل الشعراية والله ما تقعش مني مرة واحدة، لا هي خلاص انت عوضتيها بمادة تانية، سواء بقى انت هتبتدي تحقني لها ميزو سيرابي تكون فيها مواد مغذية للشعر، او كنت هتستخدمي بعض المستحضرات اللي بتحتوي على الخلايا الجذعية او محفزات النمو، او هتعمل لها جلسات بلازما عشان تحافظي على الشعراية ما ترجعش تقع تاني. تمام. طب انت ايه رايك في الموضوع بتاع الشعر لما بيقف عند حته معينه جزء معين؟ يعني مثلا في بنات كتير بيقف عند طول حته وتقول ايه ما طولش، في عجز عن الطول، انا شعري عاجز عند الحته دي مش عايز يطول خالص. طيب هقولك دي طبيعة، في ناس طبيعتهم شعرهم قصير لأن دورة حياة الشعر بتاعتهم مثلا سنتين، فهي بتوصل عند سن سنتين بتقع بيطلع غيرها، فعمر ما دي شعرها هيطول، بصعوبة جدا جدا عشان نوصل إن شعرها يطول شوية، ممكن مع جلسات البلازما يديها طول شوية عشان هو بيحافظ على الشعرية مدة أطول، بدل ما تقع بعد سنتين لا ممكن تطول شوية المدة فشعرها يطول شوية. في ناس شعرهم مدة دورة حياته 6 سنين ما شاء الله، دي تلاقي شعرها طويل قوي. دول يعني حالة شاذة مش طبيعية. لا والله في ناس كتير مدة شعر يعني دورة الحياة بتاعتهم ممكن توصل ل6 سنين، بالتالي دول هم دول اللي شعرهم طبيعي طويل. طب أنا شعري طبيعي خفيف أو طبيعي قصير أنا أقدر أغير طبيعته؟ لا، انا كل اللي اقدر اعمله ان انا اسبورت شويه البصيله انها سمكها يزيد شويه، اديها شويه بلازما، الطول هيفرق معايا شويه. وبصراحه قصه طول الشعر في البلازما مش هقول انها حقيقه علميه فاكت، لا انا كل اللي شفته الحالات اللي انا بحقن لها بلازما بيجي لي من بعد اول حقنه تقول لي والله يا دكتوره شعري طول. كويس جدا. طيب انا عايزاكي بقى تقولي للبنات نصيحه للبشره وللشعر. للبشره اول حاجة هقول لهم اهتموا ببشرتكم، اي مشكلة تحصل في البشرة اول باول لازم نعالجها، طلعت لي حباية واحدة هروح اعالجها واعالجها عند دكتور متخصص، مش هروح اجيب اي كريم من الصيدلية واحطه. تاني حاجة هشرب مية كويس قوي، تدخين بلاش، نبعد عن التدخين، نعتمد كويس قوي على الاكل اللي احنا بناكله، لازم يبقى فيه فيتامينات، بلاش الفاست فود والاكلات السريعة اللي هي مش هتغذي بشرتنا ولا هتغذي جسمنا كله، هتعمله اوفر ويت وبس. اما بالنسبة للشعر نفس الكلام، قلنا فيتامينات، الفيتامينات للبشرة وللشعر، لأن في الأول وفي الآخر الكيراتين اللي موجود في الشعر هو نفس التغذية بتاعته محتاجاه الكولاجين والحاجات اللي موجودة في بشرتنا، بالتالي الفيتامينات نهتم بيها، الخضار والفاكهة كويس قوي، نقلل من التدخين، نشرب مية كويس، خلاص هنلاقي بشرتنا حلوة جدا. انت نورتيني يا دكتور، شكرا يا مروة، بجد جميلة، حبيبتي تسلمي، نشوف بعض اكيد في حلقة جديدة ان شاء الله. شاء اكيد الله. ان شاء الله.